فعشان كذا مشاهدينا خلونا ننتقل إلى سؤال الحلقة اليوم. شو وسؤال الحلقة يقول إيش؟ الله ريم لا تسوي كذا، ترى الناس صايمة يا ريم. أكل ولا أدوق ولا أكل؟ خلنا نقول لهم سؤال الحلقة. الطبق اللي حضرتها لنا ريم اليوم أو اللي هو الرز المدلل، من وين هذا الطبق؟ فنبيكم تشاركونا بالإجابة الصحيحة خلال الهاشتاج وظهر أمامكم على الشاشة مشاهدينا. اربح مع سوالف رمضان 19 وراح نعلن في بداية حلقة بكرة ثلاث فائزين راح يربحون معنا جوائز قيمة مقدمة من السيف جاليري وجائزة مقدمة من صيدليات عيادات ألور بالتعاون مع زين أوباجي قيمتها 1450 ريال، وأخيرا كوبون شراء مقدم من دار أزياء فاطمة بالحداد بقيمة 500 ريال. أكيد شكرا لكم. هم يسموه عيش مدلل، عيش مدلل مو برز مدلل، رز مدلل هذه عندنا هي بلهجتهم، بلهجتهم من البحرين لو سمحتوا. الإجابة البحرين. الإجابة البحرين. حلو حبيت كذا اكشن يعني يا جماعه، انتم ما تشيلون هم في حلقتنا لانه عندنا مين يغششنا الاجابه ويساعدنا في الحلقه. فشكرا لكم وشكرا لريم اللي ابدعت بالعيش المدلل لتوجيهات طبعا الشيف ضحى حبيبتي. اهلا وسهلا. طبعا نشكركم ونشكركم على هذه الحلقه الجميله، واشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، ونشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الموعد. في امان الله. مع السلامه. في امان الله.